يبدو، انا كان ده رايي في اول الموسم ويبدو ان الموضوع حقيقي، ارسنال ما عندوش سكواد او ما عندوش قائمه فيها دبس او فيها عمق تخليه يكمل للاخر، عكس مانشستر سيتي اللي هو اكتر فريق في الدوري الانجليزي عنده قائمه تخليه يلعب في 16 بطوله مش بطولتين. ده هيفرق مع ارسنال نهايه البطوله، ده هيحبط جماهير ارسنال اللي هي مستنيه بطوله من سنين السنين، والموضوع بالنسبه لجماهير ارسنال خلاص الموضوع بيفرط ومش هياخدوا البطوله، ولا شايف ان ارسنال يقدر بالفرقه ديت انه ياخد الدوري في الاخر؟ بص يا كريم، هو المرحله الفاصله هما الماتشين الجايين. ارسنال لعب استون فيلا بره ملعبه، وبعد كده ليستر سيتي، الاثنين بره ملعبه. الماتشين دول لو خد منهم ست نقط الدنيا هتهدى والمنافسه هتكمل لحد ليستر فايق قوي كمان. ليستر بدا يفوق جدا، استون فيلا كمان حتى وان كان بيستقبل اجوان كتير وبيتغلب، بس هو هجوميا اقوى مع اوناي امري. فهو الست نقط اللي جايين دول لو خدهم العجله هتدور عادي. لو وقع فيهم ممكن نلاقي ارسنال بينافس على التوب فور زي اخواته عادي، يرجع زي ما كان موجود. الفرق مش بعيد في النهايه، يعني الفرق ما بين يونايتد وما بين ارسنال ست نقط. ارسنال لسه ليه ماتش زياده بس هو ست نقط، وما بين ارسنال وتوتنهام ونيوكاسل اربع او خمس نقط، فالقصه كلها بتتكلم في 10 نقط. فانت لو قعدت اربعه في الماتشين الجايين مثلا هتبقى انت قريب من الناس دي عادي جدا، وساعتها بقى الموضوع هيكمل في سكه انهيار. اكبر اختبار كان بيبقى قدام ارتيتا عموما في اي فتره من فتراته في ارسنال كان لما الفريق بيتعرض لهزه رد الفعل بيكون عامل ازاي. ما بعد سيتي الخمسه السنه اللي فاتت اللي كانت البدايه بعدها الدور الثاني لما اتغلب من سيتي ثاني عمل ايه، السنه دي كمان لما حصل الاهتزاز في الاول بالخساره قدام مانشستر يونايتد ازاي رد فعل. المره دي هو عنده اكبر بقى هزه، الفريق خسر 8 نقط في 3 ماتشات. ما دخلهمش من اول الدوري قدام منافسين ما كانش حد منتظر ان هو يوقع، يوقع قدام سيتي بس مش هيوقع 5 نقط قدام برينتفورد وايفرتون. فده الاختبار الاكبر لقدام ارتيتا. سكواد ارسنال لا يساعد ان هو يكمل، يمكن حتى اضافتين تروسارد وجورجينو وفروا عليه مشاكل اكبر، لان النهارده مثلا في غياب توماس بارتي في غياب حتى محمد النني كان هيبقى اللي موجود النهارده هو سامبي لوكونج اللي هو خرج حتى اعاره لكريستال بالاس، ده لاعب اقل كتير من هو يقدم الدور اللي بيقدمه بارتي، فالمشكله كانت هتكون اكبر. في غياب جيسوس ما كانش هيلاقي حد ينزله مكان مارتينيلي لو اتصاب. انا اصلا مارتينيلي ده كمان بقى لغز بالنسبه لي، بدأ الموسم بشكل رائع جدا وهبوط في المستوى غريب في الفتره الاخيره. بالظبط دي حقيقه. فهو طبيعي ان اللعيبه دي مش لعيبه تنافس على دوري، مش عشان كواليتي لعيبه، خبره المنافسه على الدوري مش كتير، يعني اللي بيغيب ملوش بديل كده كده اغلب اللعيبه ملهاش بدل. تحديدا لعيبه مثلا زي ساكا، يمكن يعني هو ما تعرضش لاختبار ان ساكا يغيب، ده هيبقى اختبار اكبر من اختبار اصابه مارتينيلي. جيسوس لما غاب مكانه نيكيتا بتجيله فرص كتير زي ما كان اسري بيقول، يجيب جزء وضاع جزء، بس قصه الربط ما بين الخطوط اللي كان بيعملها جيسوس دي مش موجوده. يعني انا متاكد ان جزء مش قليل من تراجع مستوى مارتينيلي هو ان المثلث اللي كان بيتعمل ناحيه الشمال ده بتاع مارتينيلي جيسوس وزينشينكو او معاه تشاكا ده ما بقاش موجود. الاعتماد بقى اكبر كمان على الناحيه اليمين. فخلاص الكره بقت قليل لما بتروح في الحته دي مع اصابه زينشينكو لفتره، فمارتينيلي لقى نفسه لوحده من غير الاثنين اللي بيمشوا معاه المثلث ده دايما. فدي مشكله بالنسبه لارسنال. انا في رايي ان الست نقط الجايين هم اهم ست نقط لارسنال في الموسم. عايزهم يكسبهم ولا يخسروا؟ لا يتعادلوا الاثنين يا ريت. يتعادل. حسيت من الصيغه بتاعت الكلام اللي هو ايه من جواه كده، يا رب. بس احنا عندنا ما احنا عندنا ماتش كل 3 ايام، الموضوع صعب قوي. بلاش بقى الجو ده. لا هو صعب، لا هو بجد الموضوع صعب. عندي ماتش كل 3 ايام، يعني انا الشيء الابرز لليونايتد ان هو خلص ارسنال وسيتي. لاعب الاثنين رايح جاي. صح. ارسنال وسيتي لسه هيلعبوا بعض. ماتش كمان. ارسنال لسه هيلعب نيوكاسل في الدور الثاني، فلسه في شويه قلق يعني. بس انت يعني اخر مره اتفرجت على يونايتد كانت سنه كام؟ يونايتد من 3 ايام. صح كده؟ اصل هو يونايتد ميزته العظيمه، ومش ميزته عيبه العظيم، ان هو يكسب فرق كبيره زي الفل. بعد كده تلاقي النوع بقى قدام ايفرتون، هنقع قدام مثلا بورنموث الحلوه دي. لا بس ما تفرحش قوي، ما تفرحش قوي بالسيتي وارسنال، عشان بعد كده تلاقي نفسك بتخسر قدام بورنموث عادي. هي مشكله والله في يونايتد ان برضه سكواده مش قوي، سكوادنا مش متنوع. ما فيهوش عمق. والاصابات كتير قوي والاجهاد وماتشات كتيره وبتاع. فانا ممكن نخرج بقى بدري بدري من بقى البطولات دي خلاص. نكسب بس الكاس بتاع نيوكاسل ده، نخرج من بقى البطولات بدري بدري. شفت الموزون، هو عايز سيلفر وير، انا اخد بطوله وبتكلم فاهم في الباقي. محمود عارف انت، محمود ابعد بس عندنا لعيب بقى شويه يا كريم، بقى بطل الراجل بقى، انت جاي تفقر عليك. اتكلم على السيتي، اتكلم على السيتي، روح على السيتي.